بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان أبيدجان. بروح 45 دقيقة الثانية من مباراة غانا، منتخبنا يحافظ على الشكل الفني للفراعنة ويتعادل 2-2 في مباراة كانت صعبة، راحت وجات كتير، ولكن في النهاية هذه المباراة هننسى الشوط الأول بتاعها علشان نحط النقط على الحروف. مباراة موزمبيق الشوط الأول والتاني هنعتبر ان الشوط الثالث بتاعها كان في مباراة غانا، وختمنا بمباراة غانا الشوط الثاني اللي احنا عايزين نكمل بيه للراس الأخضر. احنا كسبنا بالروح والرجولة، كسبنا لما لقينا الرجالة في الملعب بيأدوا. الموضوع مش خطة ولا تكتيك، لانه احنا شوية كان في مشكلة في اللعيبة، في التمركز، في بعض الامور الفنية داخل الملعب. اتعدلت مع التغييرات، اتعدلت لما بنشوف مرموش هو الوحيد اللي بيشكل خطورة على مرمى الخصم، ولكن احنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا في الشوط الاول. احنا قلنا ده مش منتخب رايح نافس، لحد ما وصلنا للشوط الثاني واحدة واحدة بالورق والقلم بدأنا نقول احنا موجودين. بغض النظر على التشكيل اللعب واللي كنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم، ولكن في النهاية انه في عناصر للمنتخب المصري اساسيه. يعني تريزيجيه وجوده في الملعب النهارده فرق معانا بشكل محدش، يعني انا بشوف انه تريزيجيه من اهم اللاعبين في المنتخب. يعني نقول 1 2 3 هو يتعد من 1 2 3. تريزيجيه لعيب، اي نعم لما نزل قدم الدور اللي عليه. معنى كده احنا مش بنقول ان مرموش راجل المباراه بالنسبه لنا. في وجهه نظري الشخصيه مرموش هو كان الأخطر، ولكن احنا في الشوط الأول من المباراة ما رحناش ولا هجمة. مش هنعتبر هجمة إمام عاشور دي هجمة تتحسب لينا، ولكن في بدء الأمر لما انزل الشوط الثاني أنا نازل وبغل في الملعب علشان جه فيه هدف. ما هو المعادلة هنا فيها حاجة صعبة. يعني أنا في موزمبيق بجيب هدف بعد دقيقة وعشرين ثانية وبسلم المباراة لموزمبيق. ما هو ده مش منطق ومش عقل ان انا يبقى راكب المباراه 1-0 ليا، وكعاده اللاعب المصري بفرط في المباراه واسيبها للخصم. والنهارده انا بتحول لاسمي وشخصيتي لما يجي فيه هدف. ما هي المعادله مش مظبوطه، في غلط. ليه انا ما اخدش المباراه من اولها زي ما انا يعني خدتها من الشوط الثاني في مباراه غانا؟ وده اللي احنا عايزينه في الماتش اللي جاي. حسابات المجموعة هتتقلب. حتى هذه اللحظة احنا بننافس على المركز الأول لهذه المجموعة في انتظار نتيجة بكرة. يعني وارد ان موزمبيق يعمل أي حاجة مع كاب فيردي، يتعادل مثلا، فأنا بنافس على المركز الأول. يعني أنا ما عنديش أي مشكلة ان أنا أعمل ده، ولكن أنا ما ينفعش أنافس على المركز الثالث وأدخل نفسي في حزبة بيرما، لأنه بكرة كاب فيردي لو كسبت موزمبيق بقى عندها 6 نقط، وانا بالنسبه لي رايح لكاب فيردي، فهيبقى ماتش هي عايزه تكسب وخلاص. هي حسمت المركز الاول لانه غانا خلاص عندها زينا عندها نقطه واحنا نقطتين، فاحنا خلاص مش هنحصلها. ولكن حسابات المجموعه هتختلف. يعني انا دلوقتي جاي فيها النهارده جونين، الماتش اللي فات 2. لو رحت لحسابات احسن توالت، أنا ينفع منتخب مصر بقيمته وكيانه وتاريخه وسمعته يروح للمركز الثالث اللي اللائحة حطته علشان خاطر يكملوا عدد الفرق فإحنا نتحط في هذه الخانة؟ لا طبعا، ما ينفعش إن أنا يتعمل معايا هذا الأمر. وفي النهاية المجموعة برضو غانا والراس الأخضر وموزمبيق وانا، ما ينفعش. كل حال من الاحوال احنا عارفين ان البطوله دي النهارده كوت ديفوار بتخسر من نيجيريا، مفيش اي مشكله، بس دي نيجيريا. يعني دي نيجيريا في الاول وفي الاخر. انا علشان اعيد الامور لنصابها لازم ابدا المباراه اللي جايه باللي انا ختمت عليه النهارده. احنا كسبنا النهارده بروح ورجوله 11 واحد في الملعب بغض النظر عن اسمائهم. احنا تعادلنا النهارده، انا اسف، بروح وعزيمه الناس اللي في الملعب. كسبنا نقطه، يعني لانه في النهايه لو احنا طلعنا هذه المباراة واحنا خسرانين كان وارد جدا اننا نودع هذه البطولة. احنا قعدنا الحظوظ وخليناها متساوية احنا وغانا. غانا راحة لموزمبيق على الورق ونظريا سهلة،
لكن احنا رايحين لكاب فيردي اللي كسبت غانا اللي كانت مصعبه علينا الامور النهارده. فيتوريا غير ثلاث تغييرات في التشكيل بتاعه كنا قلناهم، ونفس الحكايه غانا غيروا ثلاث تغييرات. بس غانا فريق النهارده احنا قلنا يا جماعه امبارح فريق مش مرعب وما يخضش، بالعكس احنا في الاول نازلين احنا الاثنين عاملين حساب لبعض، كان لازم نستغل هذا الامر. وفيتوريا انا شايف انه في بعض المراكز محتاجه اعاده نظر، مش هتكلم على اسماء عشان دي بطوله، ولكن هو مدرك لهذا الامر. الماتش الاولاني غير ثلاث لعيبه، وهو طلع في المؤتمر الصحفي وقال انا بغير طبقا لاحتياجاتي لكل مباراه، فانا اعتقد ان مباراه الراس الاخضر هتحتاج ايضا بعض التغييرات في بعض المراكز داخل الملعب، وان شاء الله ان شاء الله الماتش اللي جاي نفوز على الراس الاخضر ونبقى كمان ان شاء الله اول المجموعه. The biggest game on the continent. The Africa Cup of Nations. This is absolutely incredible from Bounedjah. Mane! Senegal! Our African champions! Absolutely delighted with a goal for his country. Still Salah. Will cross over, tries to finish it. Egypt with Trezeguet. Super, super, super goal from Dede Ayew. Man, it's absolute madness that's taking place here. It's gone in. Looks absolutely distraught. Just ball in and there's 3-0. This is absolutely incredible. This is absolutely incredible. Did you see what happened there? Oh, my word. Wasn't that sensational? النهارده طبعا في البطوله اتلعب ثلاث مباريات، غينيا الاستوائيه مع غينيا بيساو 4-2، بس ما حدش يتوقع اي حاجه. كوت ديفوار ونيجيريا 1-0 نيجيريا، المباراه كانت صعبت برضو المباراه الثالثه على كوت ديفوار صاحب الارض. كوت ديفوار برضو عايز ياخد البطوله، ما مش هتتكرر ليه، بتروح له كل كام سنه، فبالنسبه له الامر صعب ان هو يعمل ده. غانا ومصر 2-2، وطبعا كلنا شفنا المباراه، وان شاء الله يعني في ترتيب المجموعات في نهاية الجولة دي إن شاء الله نبقى إحنا أول. لو معانا ترتيب المجموعات نستعرض ترتيب المجموعة الأولى. غينيا الاستوائية بقى شايفين ترتيب المجموعة؟ ده اللي إحنا بنتكلم فيه من أول يوم. مين يقول إن غينيا الاستوائية تبقى أول المجموعة الأولى اللي فيها كوت ديفوار ونيجيريا؟ 4 نقط، نيجيريا 4 نقط، كوت ديفوار 3 نقط، غينيا بيساو 0. الموضوع أنتم متخيلين إن صاحب الأرض ممكن يعني يبقى مرشح للصعود من خلال المركز الثالث؟ الموضوعات أصبحت خارج الورقة والقلم، لأنه أنت هتأدي في الملعب وهتبقى موجود بروح بدنية عالية وبتكتيك هتنفذه صح هتصعد. يعني المجموعة الثانية كاب فيردي أول، مصر تاني بنقطتين، موزمبيق نقطة، غانا نقطة، كل الفرق عندها حظوظ، يعني الاربع فرق عندهم حظوظ. طيب انا معايا على التليفون الكابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي الكبير والحكم الدولي السابق. كابتن سمير، شفت المباراه الاول ازاي؟ طمنا. الاول مبروك يا كابتن احمد على البرنامج وربنا يوفقك. الله يبارك في حضرتك ومنورني طبعا. المباراه من الناحيه التحكيميه شفتها ازاي بالنسبه للحكم الجابوني اتش؟ طبعا يعني انا هقول لك حاجه بصراحه، انا في الماتشات بتاعه منتخب بلدي بيبقى الواحد مشدود اكتر، وبعد كده يهتم بعد كده بالتحكيم ازاي الواحد يبقى مشدود عشان البلد تكسب ما نختارش. انما نخش بقى من الناحيه التحكيميه العمليه، الحكم في الشوط الاولاني يعني بصراحه ما عملش الحمايه الكافيه لمنتخب مصر. انا مش بتكلم عشان انا مصري، احنا كلنا شفنا في اخطاء كتيره كانت ممكن تستحق الكارت الاصفر الحكم ما حسبهاش، بس حاجات غير مؤثره. نيجي للحالات المؤثره. اول حاجه الهدف اللي تم الغائه صالح طبعا منتخب مصر، هي فعلا لحظه لعب الكره كان في تسلل في تقنيه طبعا الفي ار طبعا مساعده الحكم الكاميرونيه رفعت الرايه صح، وبكده حكام الفار اكدوا انها تسلل، يبقى اول حاله مؤثره. اذا الغاء الهدف صحيح.
الغاء الهدف صحيح، يبقى كده قرار الحكم صحيح، دي اهم حاله. بعد كده في حاله ثانيه اللي هي كانت مطالبه امام عاشور لما دخل جوه ال 18 وحصل احتكاك بدني بين امام عاشور ومدافع غانا، لا استمرار اللعب هو القرار السليم. يبقى الهدف اللي اتلغى قرار الحكم سليم ومفيش ركله جزاء لمصر. يبقى من النهايه القرارات المؤثره الحكم المباراه نجح فيها. احنا بنتكلم فقط الحمايه بس ما فرناش في الشوط الاول. الحمايه دي بتبقى دايما في احتساب الاخطاء يعني. خاصه اما بيبقى فيها كارت اصفر فيها عقوبه. احنا عندنا كابتن احمد اول 10 دقائق في على الاقل في انذارين. يعني بس الحمد لله في النهايه الحمد لله النتيجه يعني ما احنا مش بنعلق شماعه طبعا بس بنوضح بعض الامور يعني. بالظبط يعني ما فيش حاجه مؤثره، خلي بالك الحكم ما عندوش اي اخطاء مؤثره. يعني منتخب مصر ما عندوش اي حاجه في المباراه ما اتحسبتلوش مؤثره ولا ركله جزاء ولا هدف، لا الحاجات المؤثره الحكم نجح فيها. ماذا عن التحكيم المصري طالما حضرتك معايا ولازم اسالك؟ يعني في عندنا طاقم تحكيم مصري موجود، الكابتن امين عمر، الكابتن محمد معروف، الكابتن محمد عادل، الكابتن ابو الرجال، الكابتن احمد حسام طه، في كابتن محمود عاشور موجودين في هذه البطوله. يعني التحكيم المصري بصراحه عامل شكل كويس جدا، عمل مباراه الافتتاح امين عمر، محمود ابو الرجال، واحمد حسام طه، وكان معهم محمد معروف حكم رابع، والفيديو كان عاشور والبنا، عمل مباراه رائعه. بعد كده نيجي محمد عادل 48 ساعة عمل برضه الحمد لله مباراة رائعة. عندنا محمود عاشور لعب رابع مباراة حكم فيديو، يبقى ده إن شاء الله المستوى عالي. رقم ثلاثة إن شاء الله بإذن الله معروف هيلعب، الحكم الثالث لينا في البطولة هيلعب يوم السبت. بمعنى الحمد لله أنت عامل مباريات رائعة من مستوى التحكيم. تمام، كل الناس أشادوا بيهم من ضمنهم طبعا ده حقيقي محمد صلاح اتصل بأمين عمر وطاقم الحكام هناهم بعد المباراة الافتتاحية. فالشكل العام بالنسبة لي ان التحكيم في البطولة دي ومحدش يزعل مني، التحكيم المصري اعلى من المنتخب المصري فنيا، اعلى من التحكيم المصري نفسه. طبعا التحكيم المصري اعلى من منتخب مصر فنيا. طب وماذا عن التحكيم المصري مع التحكيم الاخر في البطولة؟ ممتاز، النهارده مصطفى غربال عمل مباراة رائعة صراحة. معتز الشلماني من ليبيا عمل مباراة رائعة، رضوان جيد من المغرب الحمد لله، وبرضه انا اقصد الفرق بينهم وبين حكامنا، يعني حكامنا هم متفوقين فنيا على المنتخب ولكن على الحكام الاخرين هيبقى في منافسة قوية، هتبقى في منافسة قوية. هل يعني تتوقع انه يبقى في حكام مصريين في الادوار الاقصائية يعني في الاخر؟ والله انا كمصري لا اتمنى. ليه؟ عشان المنتخب المصري يبقى موجود، انما لا قدر الله لو المنتخب لا قدر الله مش موجود الحكم المصري هيلعب قبل النهائي وممكن او النهائي. يعني احنا نتمنى المنتخب يبقى موجود ونيجي على حكامنا، يعني مش هنيجي على المنتخب. لا عشان كده بقول لك انا بتمنى المنتخب المصري يبقى موجود، نيجي على حكامنا في حاله لا قدر. بص الحاجه اللي انا اقولها لك اكيد يا احمد، المباراه النهائيه فيها مصريين بس. تمام حبيبي يا كابتن سمير، انا بشكرك. مصريين موجودين. انا بشكرك وكنت مستمتع بمداخلتك ودايما صاحب اراء واضحه. يعني دي كانت مداخلتنا مع الكابتن سمير عثمان اللي اتكلم فيها في المجمل عن الحكم. احنا بس بنوضح الامور لحضراتكم علشان ما نعلقش شماعه على حد. عندنا مباراه بكره ان شاء الله الجمعه، او خلاص بقينا النهارده في الجمعه، الراس الاخضر وموزمبيق موجوده معانا هي على الشاشه، والسنغال والكاميرون وجامبيا وغينيا، دي مباراة الجمعة. وعندنا مباراة أيضا السبت الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا وتونس ومالي. وعندنا يوم الحد أهو طبعا احنا الماتشات معانا اهي. وعندنا يوم الحد إن شاء الله المغرب وجمهورية الكونغو. المغرب طبعا يعني عليها أمال كبيرة برضو في هذه البطولة، المغاربة والأشقاء. احنا شفنا النهاردة بعض اللعيبة المغاربة بيتفرجوا على مباراة مصر وبيدعموا يعني. وعندنا زامبيا وتنزانيا، وعندنا جنوب افريقيا وناميبيا. هاخد معايا مداخله مهمه جدا برضو في الناحيه الفنيه قبل ما نطلع فاصل ونروح لضيفنا، معايا الكابتن وليد صلاح الدين. يا كابتن وليد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك حبيبي ابو حميد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. كيف رايت المباراه؟ الشوط الاول على حده والشوط الثاني على حده يعني. ايوه صح طبعا، انت راجل بقيت محلل كمان فني من قعدتي معاكم يعني. الحمد لله الاول على التعادل،
الشوط الاول كان استمرارا للحاله السيئه جدا لمباراه موزمبيق. احنا بقالنا مباراه ونص الاداء وحش قوي، اللعيبه دخلت بعدم ثقه، حاسه ان هي في انتقادات كتير جدا سواء بتطال مستر فيتوريا او بتطال اللعيبه، هم شايفين وسامعين طبعا وبيوصل لهم كل الانتقادات. ابتدوا المباراه مش احسن حاجه، برضو في اكتر من 7-8 لعيبه خارج نطاق الخدمه. اتصاب محمد صلاح، ومحمد صلاح على فكره اتصاب من الدقيقه 20 او 25، فضل يتحمل على نفسه شويه كده، حاول بقدر الامكان لكن ما قدرش. فلما طلع في اخر دقيقتين كمان دخل فينا الهدف، فبدا يدي احباط شديد جدا للعيبه، ان يعني خساره محمد صلاح وان خلاص كده دخل فينا هدف والدنيا خلاص خلصت. انا متهيألي ان اللعيبه دخلت بين الشوطين شالت بقى خلاص الضغوط من عليها، خلاص انت كده يعني طلعت بره البطوله والدنيا بقت صعبه. نزلوا الشوط الثاني وصلنا كوت ديفوار، يعني احنا منتخب مصر وصل كوت ديفوار الشوط الثاني على مستوى الروح مش على مستوى الاداء الفني، على مستوى الروح. اللعيبه بقت بتجري في كل حته، بدا يبقى في حماس، اللعيبه حست بمسؤوليه اتجاه الشعب المصري واتجاه مسؤوليه منتخب مصر. واظن ان يعني ربنا كرمنا بالهدفين وكنا كمان هنكسب فقط بالروح، اللعيبه بدات تجري في كل حته. حتى هو ليه الروح جت الشوط الثاني يا كابتن وليد؟ ليه ما بداناش بيها؟ ولا المشكله كانت في التشكيل؟ لا لا، المشكله مش في التشكيل، المشكله هي يعني هو في الاخر هي بتبقى ضغوط عليك يا احمد. ممكن اول مباراه اللعيبه يعني الضغط انت عارف مش احسن حاجه، الرطوبه النهارده حتى زايده عن 80%، ساعات بيبقى فيه استسلام من اللعيبه للحاله دي. خلاص بقى انت متعود بتلعب في اجواء حلوه بالليل، درجه الحراره الدنيا بتبقى احلى ما يكون. فساعات في افريقيا لما بتلاقي حر ورطوبه وملعب مش احسن حاجه تبتدي تستسلم للتعب. ده اللي حصل في موزمبيق. والشوط الاول بتاع النهارده غانا تحس ان اللعيبه عندها عدم ثقه، واضح عدم ثقه في التصرف بالباص، واضح عدم ثقه، محدش عايز يرقص، محدش عايز يعمل اي حاجه ابداعيه. الشوط الثاني بقى اللعيبه نزلت بتجري في كل حته، يعني حتى تلاحظ ان الجولين اللي احنا جبناهم كلهم من ضغط، حتى ضغط عشوائي، ناس بتجري بس ورا اي حد معاه كوره، فالراجل اتلخبط حطها، مرموش بيجري برده راح قاطع الكوره مرقص الجول، الكوره الثانيه برده تريزيجيه راح ضاغط وبيجري في كل حته راح قاطع الكوره وراح داخل. كانوا مخضوضين برده من منتخبنا يا كابتن وليد، يعني هم خايفين مننا. ايوه لا، هو انت المفروض يا احمد لازم حالة الحماس دي تكون موجودة على طول. يعني أنا ما ينفع، أنا بقول لك منتخب مصر وصل خلاص كأس أمم. أنا بقول لك إن لو لعبنا زي الشوط الثاني في مباراة كاب فيردي هنكسب وهنوصل عادي. إيه المطلوب بخلاف الروح نعمله في مباراة كاب فيردي عشان نكسب؟ لأن كاب فيردي مش سهلة، يعني أنا شايف إنها مش سهلة خالص. لا نظبط بقى الأداء الفني، يعني أنت النهاردة برضه في شوية تلويش على كل المستويات. انت محمد صلاح اتصاب قبل الشوط بدقيقتين، رحت انت المفروض تستنى الدقيقتين دول وتغير بين الشوطين عشان يبقى عندك 3 اوراق تغيير ب4 لعيبه بالظبط. دي نقطه مهمه جدا. ايوه من كتر التلويش انت رحت مغير محمد صلاح، وبعد كده رحت مغير تريزيجيه في الدقيقه حاجه و60، فبقى انت عندك نص ساعه بالظبط، وعندك ورقه تغيير واحده وعندك 3 لعيبه قاعدين صح. فانت بقى يعني افرض لا قدر الله حد اتصاب، هتنزل واحد ولا هتنزل 3 ولا هتلاقي؟ فالدنيا عايزه بقى نهدى. الفكره اللي عملها مستر فيتوريا الشوط الثاني كويسه، اللي هي تريزيجيه على حساب النني وتقلب الطريقه ل 4-4-2، يبقى مصطفى فتحي على طرف وتريزيجيه على طرف وراسين حربه مصطفى محمد وعمر مرموش. فكره كويسه، ممكن نبتديها المباراه اللي جايه تلعب 4-4-2 بنفس الشكل بالظبط. يبقى ايه التشكيل الانسب لو 4-4-2 يا كابتن وليد؟ يبقى من وجهه نظري امام عاشور وحمدي فتحي، او امام عاشور ومروان عطيه، واحد من الاثنين. يعني خلينا نقول ان لو حمدي فتحي بدنيا قادر انه يلعب ال3 مباريات كده كلهم، يبقى حمدي فتحي وامام ديفندرين، على يمينهم مصطفى فتحي، على شمالهم تريزيجيه، وقدام راسين حربه عمر مرموش مكسر الدنيا في انترلاخت فرانكفورت وبيشتغل كراس حربه، مصطفى محمد
ما شاء الله هدفين ويعني بينافس على هداف البطوله، هيعملوها بشكل كويس قوي، ويبقى انت عندك كثافه عدديه هجوميه، وتبقى عوضت محمد صلاح باكنك غيرت الطريقه. يمشي الحال ده يمشي، عايز تبتدي باربعه ثلاثه ثلاثه وتامن نفسك الاول وبعدين تبقى تعملها الشوط الثاني ماشي، بس يبقى مروان عطيه على حساب النني، ويبقى على يمينه حمدي فتحي وعلى شماله امام عاشور، لان امام عاشور ثمانيه ناحيه الشمال رائع. يعني بصراحة امام النهارده في الشوط الثاني لا هايل 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 يعني كان ناقص بس الكره اللي في الاخر دي اللي في الدقيقه 84 تدخل كمان، كان يعني هياخد مان اوف ذا ماتش. وطبعا عمر مرموش رائع واحسن لعيب في المباراه. انا اشوف ان احنا نظبط الناحيه التكتيكيه بس والفنيه شويه ونبقي على الروح بالظبط اي حد. بالنسبه لخط الدفاعي زي ما هو، ما فيش يعني هاني عمر كمال وحمدي زي ما هم، ده وجهه نظر انا ولا هو هيعمل ايه؟ انا عايز وجهه نظرك. لا وجهه نظر انا يبتدي هاني وفتوح. هاني وفتوح وحجازي وعبد المنعم زي مع التغيير، يرجع بفتوح ويرجع محمد هاني في مكانه يعني. انا شايف ان برضو تاني وجهه نظري ان فتوح عنده ابداع، عنده حلول قدام في مواقف كتير قوي. محمد حمدي يعني هايل وبيعمل اداء كويس ومخاطب، لكن في مواقف هجوميه كتير جدا محمد حمدي بيعمل اوفر يعني ما فيهوش اي ابداع. فتوح عنده حلول، ممكن يعمل انه هيرفع ويروح داخل لجوه، يشتغل مع مرموش، يشتغل مع تريزيجيه، يعني عنده فنياته الناحيه الهجوميه اعلى. وانت عايز تكسب، ومحمد حمدي لعب الماتشين كلهم الفول تايم. فانا اظن ان محمد هاني يرجع عشان يريح عمر، ويبقي على السردباكين زي ما هم، ويغير فتوح بدل محمد حمدي، ومروان عطيه بدل النني. انا اشوف ان ثلاث اربع تغييرات الدنيا يعني هتمشي كويس ان شاء الله. انا بشكر حضرتك كابتن وليد على هذه المداخله الرائعه، شكرا يا كابتن وليد وتحليلك الوافي الشامل. طيب بعد ما خدنا راي الكابتن وليد وخدنا راي الكابتن سمير عثمان، ما تيجي نشوف زميلنا طارق احمد من اكتوبر محضر لنا ايه. مساء الخير يا احمد، مساء الخير اعزائي مشاهدي تلفزيون سي بي سي، بحييكم. وبعد انتهاء مباراه مصر وغانا في بطوله كاس الامم الافريقيه المقامه في كوت ديفوار، بنحاول نتعرف على اراء المصريين بعد ما شاهدوا المباراه بطول شوطيها والتي انتهت بالتعادل 2-2 لكل فريق. بنحاول نتعرف عليك الاول، نعرف بعد ما شفت الماتش انطباعك ايه عن اداء المنتخب المصري. الماتش الجاي ان شاء الله هنعوض كل اللي فات والبطوله بتاعتنا باذن الله. هل في امل ان احنا نكمل او حتى نصعد كافضل توالت او كده؟ احنا ابطال افريقيا، في امل طبعا في اي وقت. ابطال افريقيا اكيد في اي وقت احنا هناخد البطوله. طيب عايز اعرف، انت شفت الماتش وهو رايح جاي، غانا هدفت بعد كده مصر اتعادلت، فشفت الماتش ازاي؟ الماتش والله هم كانوا يعني متوافقين في احيانا الامور بس مش كل الوقت، بس هم سوء حظ برضه يعني، وربنا معانا ان شاء الله ونكسب الماتش ونكسب المباراه اللي جايه ان شاء الله، وان شاء الله نصعد ان شاء الله وافريقيا بتاعتنا برضه. فرص مصر هتبقى عامله ازاي في الماتش اللي جاي مع الراس الاخضر، وهل هنقدر نصعد حتى كافضل توالت ولا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله، بس ربنا يوفقنا كده ونصعد الماتش اللي جاي ان شاء الله، هنفوز ان شاء الله. عايز اعرف منك ايه اللي شفته في الماتش النهارده، شفت اداء مصر ومنتخب مصر عامل ازاي؟ والله منتخب مصر الشوط الاولاني يعني انا كمصري بقول ما وصلوش، انما الشوط الثاني كان مصر وكانت رجاله وكانوا 11 نجم، مش 11 راجل، لا ده 11 نجم و11 راجل وكل حاجه. الشوط الثاني هو المباراه كلها الشوط الثاني، وتريزيجيه ما يقعدش على الدكه، تريزيجيه ما يقعدش على الدكه، ولا مروان عطيه يقعد على الدكه، لا الناس دي ما تقعدش على الدكه، الناس دي رجاله وبيلعبوا بدم. وامام عاشور ما يقعدش بره، لازم يبدا المباراه، لازم نضغط على اي حد، لازم. احنا ابطال افريقيا يا جماعه، ثلاث سنين ورا بعض، بقى لنا 14 سنه ما وصلناش تاني، بقى لنا 14 سنه من ساعه حسن شحاته نمنا، انما عايزين نصحى، والصحياننا فين على الناس دي؟ كان ممكن نعمل ريمونتادا النهارده ونرجع للماتش تاني ونكسب؟ كنا ممكن نكسب والله، بس مرموش طلع ليه؟ ما انا ما اعرفش، مرموش المفروض ما كانش طلع من المباراه، مرموش طلع. انا عن نفسي حزين على ان احنا تعادلنا، انا حزين صراحه، احنا الماتش بتاعنا. عايز اعرف منك فرص منتخب مصر اللي جايه هتبقى عامله ازاي، شايفها ازاي؟ والله انا شايف الاداء كويس، يعني اللعيبه محتاجه ثقه بس من المدرب،
لان اللعيبه يعني بعد الشوط الثاني لما حست بثقه اللعيبه لعبت باداء احسن وباداء كويس، وفي امل ان شاء الله في الماتشات اللي جايه باذن الله. شايف مين نجم المباراه النهارده؟ والله من وجهه نظري كمشاهد من وسط المشاهدين نجم الماتش النهارده تريزيجيه، والمفروض انا من وجهه نظري تريزيجيه ما ينفعش يقعد على الدكه، ما ينفعش يتركي، لاعب اساسي ولاعب يعتمد عليه. بحييك وبنتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباريات القادمة. أعزائي المشاهدين، كنا معكم من قلب مدينة أكتوبر النابض ميدان الحصري ومن أحد المقاهي الشعبية بعد انتهاء مباراة مصر وغانا. أما الآن فنعود إليكم مرة أخرى في استوديوهات سي بي سي. شكرا لزميلنا طارق أحمد. شكرا يا طارق. جمهورنا بيحب الكورة، الناس كلها بتتكلم كورة، شايف الراجل اللي في النص بيقول لك تريزيجيه لازم يلعب، احسن لعيب ما يقعدش، الناس كلها بتتنفس كوره. فان شاء الله ان شاء الله منتخبنا يقدر ويفرحهم الماتش اللي جاي، ويفرحهم اكتر واكتر مع كل مباراه ومع المباراه النهائيه واحنا بنجيب الثامنه ان شاء الله. نروح لفاصل، وبعد الفاصل ضيف يضيف حضراتكم كابتن مصر كابتن عبد الظاهر السقا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومع ضيف عزيز علينا كلنا، ضيف لعب 6 بطولات كاس امم، خد منهم 3 يعني، فلعب 112 مباراه دوليه، فعنده تاريخ كبير جدا، فما فيش انسب منه يتحدث في هذه المناسبه ويقول لنا بقى ان نشوف الطلاسم اللي عندنا دي، هنلعب بالروح ولا هنلعب بالخطه ولا هنكسب الماتش اللي جاي ازاي. ضيف وضيف حضراتكم كابتن عبد الظاهر السقا، منورنا حبيبي عبد، نورنا ومبروك. الله يبارك في حضرتك وان شاء الله يكون وش خير على منتخب مصر باذن الله. ان شاء الله يا رب. غانا كانت مباراه صعبه، كانت مباراه صعبه جدا يعني ما لحقناش حتى ناخد نفسنا، دخلنا كنا بنتفرج سوا. مباراه صعبه جدا، مباراه يعني بص انا دايما ما ببصش للخصم خالص ولا ببص ان احنا بنلعب مين، انا ببص لنفسنا احنا دايما. احنا كده في كل البطولات اللي احنا خدناها كنا بنهتم بنفسك اكتر منافس. انت النهارده لعبت بكذا وجه زي ما بيقولوا يعني، لعبت اولا ان انت ما عندكش اي نوع من الهويه، وده الشيء اللي احنا لازم نركز عليه. احنا كنا عارفين كروش بيلعب ازاي، كنا عارفين هيكتور كوبر كان بيلعب ازاي، والاثنين نجحوا بشكل كبير مع منتخب مصر. انت بتلعب ازاي، ده الشيء المهم جدا. انت طريقتك ايه، انت اسلوب لعبك ايه، انت مفاتيح لعبك مين، انت الفينش بتاعك مين، انت الجمله بتاعتك اللي انت بتعملها ديت عشان تفنش بيها ازاي. احنا النهارده اقدر اقول لك ان احنا بنحضر ونلعب لعمر مرموش، هو اللي الوحيد اللي بيحل عشان يدخل يعمل كروس او يدخل يعمل 1-2 مع مصطفى محمد، بس ما عندكش حاجه تانية خالص. عندك قصور كتيره جدا، ولو احنا ما شفناهاش ودرسناها وذاكرناها كويس جدا وعرفنا اخطائنا وصححناها في الماتش اللي جاي، انا شايف ان الامور هتبقى صعبه جدا، لان الكره في افريقيا اتطورت بشكل كبير جدا، ما عادش في حاجه اسمها فريق كبير وفريق صغير، كل فرقه دلوقتي بتلعب كوره وكل فرقه بتعرف تهاجم وتدافع. فكان الاول كنا بنعتمد على الموهبه بتاعتنا، بنعتمد على مهاراتنا، بنعتمد على شخصيتنا جوه الملعب. يعني احنا الشوط الثاني وتعادلنا مع غانا
كان ما بدون خطة يعني بروح اللعيبة. انت النهاردة بتلعب لما حسيت ان انت تطلع من البطولة بس، هو ده الحاجة الوحيدة ان انت حسيت فيها، ان انت لما اللعيبة حست انها خلاص بتطلع من البطولة بدأ يطلع لعيبة تانية، بدأ يطلع روح تانية، بدأ يطلع تكتيك تاني، بدأ يلعب حاجة اسمها الروح اللي هي بتغطي على كل الفنيات. وبدأ تريزيجيه ما انتش عارف هو بيلعب نص ملعب ولا طرف، ولا مرموش دخل طرف ولا مهاجم تاني، ولا مصطفى محمد كان بيبقى ناحية اليمين لقيته ناحية الشمال ثلاث مرات، وكل الخطورة بتاعته كانت من ناحية الشمال. اذا النهاردة ده مش تكتيك، النهاردة ده روح، حد عايز يحط جون، طيب اتحط جون وتعادلت، وفيما بعد بقى ايه اللي المفروض يحصل؟ تحافظ على التعادل او ترجع بخطوطك او تلعب على الهجمه المرتده. ما حصلش الكلام ده، عشان كده بحس ان في عشوائيه كبيره جدا في منتخب مصر بشكل كبير جدا. انا عمري ما كنت قاس على منتخب مصر ولا عمري هكون قاس عليه، لكن احنا هدفنا اللي جاي، عشان احنا بنشوف حاجات كانت بتكسبنا بطولات، مش كانت بتكسبنا بطولات، كانت بتكسبنا بطولات. الخطوط مش قريبه من بعض خالص تماما، وجود بعض اللعيبه في الملعب مفروض ما تكونش موجوده من وجهه نظرنا احنا، مفروض يكون في لعيبه تانية تكون موجوده في الملعب. ولما نزلوا حصل نوع من الانتعاشه، وحصل نوع من ان انت حسيت ان منتخب مصر بيرجع تاني. احنا لعبنا تقريبا 30 دقيقه 30 دقيقه احرزنا فيهم هدفين، كان ممكن نحرز فيهم هدفين كمان. يبقى اذا احنا لازم نصدق نفسنا. ف النهارده لازم تشوف هويتك، انت بتلعب بأنهي طريقه والعب بيها وهتكسب بيها ان شاء الله. لازم تلعب بشخصيتك، لازم تحس ان الفرق كلها بتبقى خايفه منك، وده شيء مهم جدا ان الفرق كلها بتخاف من منتخب مصر. فده طبعا بعض الحاجات المهمه جدا لازم الراجل ياخد باله منها يعني. طبعا طبعا ان انت لازم تلعب طريقه لعبك ايه. طب ما تلعب بالطريقه، يبقى ايه الاسلوب اللي انت بتلعب يعني. هو الفرق بينه وبين كوبر وبين كيروش كانت ايه؟ الواقعيه في الاداء يعني، ولا يعني كيروش كان عارف هو بيعمل ايه؟ الواقعيه في الاداء قد ما انا بقدر استخدم اللعيبه اللي معايا احسن حاجه. على فكره ده احسن فتره في منتخب مصر، إيه ان في مجموعه من اللعيبه كبار جدا وعندهم خبرات. كان الاول ما عند الجيل ده ما كانش عنده خبرات، دلوقتي بقى في خبرات في الملعب. بتتكلم على حجازي، النني، اللي محمد صلاح، بتتكلم بمناسبه صلاح قبل ما اقطع كلامك، يعني انه صلاح اصابته عباره عن طبقا لكلام طبيب المنتخب الام في العضله الخلفيه، وهيعمل لسه فحوصات طبيه. يا رب ان شاء الله اكيد خلفيه يبقى مش هيلحق الماتش اللي جاي. لكن في حته صلاح دي برده حته برده يعني ألم يكن فيكم راكل رشيد على الدكة يقول يا جماعة استنوا دقيقة بس لما الفرقة تطلع عشان ما نخسرش تغيير؟ ما نخسرش التغيير، تغيير ده يعني لعيب، تغيير يعني ينزل لعيب بروح بالزبط. تاني بيديك الوقت المحدد لينا. فانت بس يعني، وده برضو يعني كان لازم حد من على الدكة يطلع يقول الراجل لو سمحت استنى دقيقة الحكم هيصفر. ما هو مصطفى ما لعبش حاجه، لعب دي الكوره كمان اتقطعت من مصطفى، اتردد بالشوطه دخلت بالظبط. مش بحمل مصطفى، بس قصدي اقول لك انه الدربكه ومفيش تركيز احسن ما تحصل تغيير. انت بتلعب دقيقتين ثلاثه خلاص، ممكن تمشيها، ممكن صلاح يقف في الملعب وتخلص الماتش، يبقى انت كسبت تغييره واحده صح. فده شيء تفصيله صغيره. البطولات عباره عن تفاصيل، عباره عن تفاصيل صغيره تقدر تهتم بيها، هي دي المشكلة الحقيقية. خفت امتى قلت الماتش ده هيروح مننا؟ هو ده اللي انا عايز اقولك عليه. المشكلة بقى ان لما تحس ان اي كرة راح على منتخب مصر هتتحط جول، وده شيء ده مؤلم. احساس وصل لي. احساس وصل لي، وده شيء صعب جدا، وده شيء ما كانش موجود في الجيل ده بالذات على فكرة. يعني النهاردة ما يكون واحد بحجم عبد المنعم وحجم حجازي وحجم عمر كمال وحمدي ولا فتوح ولا هاني ولا قدامهم ما شاء الله. خلي بالك احنا عندنا احسن خط نص في مصر من زمن طويل جدا. النهارده النني وامام عاشور وحمدي بيلعبوا ما فيش مشكله، النهارده بيدخل مروان ما فيش مشكله. ده قاعد بره مهند لاشين، يعني بره اللي عندك السكور بره خالص مهند لاشين وياسر ابراهيم يعني لا انا بتكلم عن نص الملعب موجود، احسن نص ملعب على من 10 سنين ما جوش فعلا الاحتياطي. انت عندك في الطرفين، انت عندك هاني زي عمر، عندك حمدي زي فتوح. المشكله الحقيقيه هل احنا ذاكر بقى، هنذاكر بقى وهنشوف الاخطاء دي وهنصلحها؟ طب ايه اللي يصلحها؟
الروح بس. الروح بتاعت امام عاشور لما يعمل تاكلينج من على ال 18 ويوصل بقى على ال 18 الثاني، هي دي الروح الكره في الاخر. هي دي الروح. هي دي. انا كنا بنتفرج مع ناس كتير قوي وشفتهم قد ايه اتفاعلوا مع الكره دي، ما اتفاعلوش مع اي كره تانية. الناس كانت متضايقه واحنا بنتفرج، احنا كنا بنتفرج في مكان يعني في مكان هنا عام. في مكان عام هنا في المدينه، فالناس قاعده الشوط الاول خلاص الناس يئست وزعلانه واللي بيخبط حاجه واللي الشوط الثاني بمجرد ما المباراه مشيت والدنيا دخلت في المعمعه بدات الناس تنفعل والروح ويلا وهنكسب والبطوله. فهو ده بطبيعه الحال برضو الناس لما بتعشم في اللعيبه. كانت عنده مشكله بس هو انت ليه لما تحس ان انت في خطر تشتغل؟ ليه ما تشتغلش قبل ما تحس بخطر؟ ليه تستنى ما يجي فيه الجون وبعد كده تشتغل تاني؟ لما نشتغل من الاول، نشتغل ان احنا هنكسب المباراه. حسيت ان في بعض الاحيان في بعض اللعيبه خايفه في الملعب، وده شيء مش مفروض انت لعيب منتخب مصر تخاف. طب ما هي دي مشكله لعيبه ولا مدرب؟ يعني حضرتك بتقول لي المدرب الخطه بتاعته فيها مشاكل، ونرجع نقول ان اللعيبه كسبت بالروح. طب هل اللعيبه كانت من الاول روحها مش موجوده في الشوط الاول؟ ما هو يعني المدير الفني المدير الفني لما بيوضع خطه بيبقى هو مقتنع بها جدا. المهم والشيء المهم جدا ان اللعيبه هي اللي تقتنع بيه وتنفذه. مدى درجه التنفيذ بتاعها بتبقى عامل ازاي، فبيطلع منها حاجه اسمها شخصيه الفريق او طريقه لعب او اسلوب لعب. اسلوب لعب الفريق بيبقى عامل ازاي. انما انت النهارده تقدر تحكم النهارده على شخصيه الفريق النهارده، تقدر تقول لي بنلعب ازاي، تقدر تقول لي بنخترق ازاي، تقدر تقول لي ان في 3 4 جمل بيتعملوا في الملعب، فده في حد ذاته بنلاقي ان اللعيبه لا عندها شخصيه والمدير الفني عنده شخصيه. على فكره في الماتشات الوديه كان في شخصيه للمنتخب، كان في شخصيه حلوه جدا وتكتيك حلو جدا، لكن الماتشات الرسميه لا، ما حسيتش ان في ولا 10% تنفذ من اللي تنفذ. بنسوي ايه؟ احنا بنلعب بلجيكا، بنقدم مباراه جدا رائعه، بنلعب الجزائر بنعمل مباراه بالظبط، ولو جينا في الرسمي مش ما عملناش ده. مش عارف في حاجه بسيط يعني انا شايفها ان هي مش كويسه لمنتخب مصر. لازم نمسك في اخر تلت ساعه نمسك فيها نبقى ونبني عليها هي ده المهم جدا. لازم التكتيك اللي اتعمل في الشوط الثاني هو اللي اتعمل في المباراه الراس الاخضر، وده شيء مهم جدا ان انت لازم كمان الكلام يبقى ايجابي جدا في المرحله اللي جايه. مش عايزين طبعا لا طبعا وكل الدعم للمنتخب، احنا ما خرجناش، احنا ممكن بكره مع نتيجه ماتش موزمبيق كاب فيردي نلعب على الاول. ما لهاش كتالوج بالظبط. عشان كده انا يعني بضم صوت لصوتك. موضوع السوشيال ميديا ده مقلق جدا. وعلى فكره ممكن انا كلاعب في الكوت ديفوار يعني مثلا منتخب مصر ممكن ما بشوفش البرامج الرياضيه لان مش موجود عندي في الاوضه او في الغرفه عندي التليفون، لكن بشوف عندي السوشيال ميديا. وده الشيء المهم جدا. فقد ايه السوشيال ميديا مؤثره جدا في المرحله ديت. ما تفكرش وانت بتكتب على التليفون ان انت بتدي ارائك كده، فبتدي اراء سلبيه ان اللعيب مش هيشوفها. لا، اللعيب هيشوفها. فاحنا عاوزين يعني احنا دورنا هو المسانده لحد اخر لحظه في البطوله، وده الشيء المهم جدا ان انت دايما تكون ايجابي، دايما تكون بتبث الروح في المنتخب. عايزين نمسك ان احنا المنتخب عاوزينه زي اخر ثلث ساعه. يعني ده لازم اللعيبه تبقى فاهمه ده. بالظبط. قلت لي انا بخاف من اي كره راح علينا. فالمشكله هنا مش من الدفاع بس، المشكله من نص الملعب. صح. فاذا في ثلاثه في دماغك يحلوا لنا المشكله دي، يعني في ثلاثه في دماغ كابتن عبد الظاهر، وشايف ان دول الانسب علشان الثغره دي تقفل زي ما كان فيتوريا وكيروش بيوقفوا اثنين علشان خاطر يبقوا اسطاره قدام علي جبر وحجازي ايامها، او حجازي وعبد المنعم. عندك طريقتين لا تلعب، يعني في عندك طريقتين ودي طبعا مستحيل اللي انا هقول عليها الاولانيه، وهي ان انت تلعب بثلاثه. في بعض المدارس بتقول لك ايه، لا العب بثلاثه طالما في ثغرات في الدفاع. واضح جدا ان في ثغرات وان ما فيش، لا العب بثلاثه. وفي حد تاني يقول لك لا انا احط اتنين قدام السرد باكات المدافعين، دول هيقفلوا لي، هيبقى ستاره اولانيه للفرقه. واتضح ان احنا لازم نلعب كده باتنين ستاره. طب يعني النهارده لو انا النهارده حمدي فتحي ومروان ده ولعب بقى امام عاشور قدام، او امام عاشور مثلا، إيه انت شفت احسن لحظات المنتخب النهارده هما بيلعب باتنين، بيلعب باربعة اربعة اتنين. احنا لعبنا في الاخر اربعة اربعة اتنين، لعبنا بامام عاشور وحمدي فتحي، ولعبنا راسين حربه مصطفى محمد ومرموش وتريزيجيه، وكنا كويسين جدا. طب ليه ما نبنيش عليه؟
كويس حلو بنلعب اهو كويس 4 4 2 كويس ايه المشكله. انت شايف انه مروان وحمدي هيأدوا الدور اللي النني شويه بعيد عن ان هو يقفل المساحه دي مع النني لعيب كويس جدا وخبرات هائله جدا وكابتن فرقه كابتن فرقه بجد يعني راجل بدي بوزيتيف عالي جدا في وقت اللبس وروح حلوه جدا مع اللعيبه وكل الناس بتحبه. لكن مشكله النني مش هو السبب فيها, هو ما بيلعبش, هي مشكلته ان هو ما بيلعبش. فعنده البدني عنده مشكله في البدني شويه, عنده الضغط عنده واستخلاص الكوره يمكن اقل واحد في نص الملعب بيستخلص كوره او لكن هو بتواجد في المكان الكويس يعني دايما هو في البوزيشن الصح لانه طبعا لعب بره ولعب على مستويات عاليه جدا فعارف هو يتمركز ازاي. لكن في الاخر خالص انا عايز لعيب نص ملعب يستخلص زي امام عاشور ومروان وحمدي ويقطع ويعمل الهجمه المرتده تبقى موجوده معانا. وبالنسبه لناحيه الشمال يبقى فتوح ولا محمد حمدي؟ بص وهل برضه عشان دي نقطه ناخد بالنا منها, هل المستوى البدني اللي عملناه النهارده في الشوط الثاني هيأثر على لعيبه ممكن تقعد؟ ده اللي انا بكلمك فيه. طبعا انت النهارده اللي لعب ماتشين مش زي اللي لعب ثلاثه, مش زي اللي لعب ماتش واحد. البطوله ديت انا بقول عليها دايما بطوله اللياقه البدنيه. طالما انت في جو رطوبه وفي اجواء صعبه يبقى انت لازم تركز على مين اجهز اكتر. يعني صار محمد صلاح بالبدن بتاعه ده كله بيجي له شد في الخلفيه, فما بالك بقى اللعيبه الثانيه اللي لعبت النهارده اخر تلت ساعه تقريبا عملوا فيهم قد الماتش كله لان معظم المساحات كبيره جدا. انا بحكي لك على كره امام عاشور قطعها من 18 خدوا كره راحت 18 الثاني وقطعها بطريقه مرموش كلها روح. مرموش عمل ايه؟ مرموش تقريبا داس في كل الملعب. وتريزيجيه لما نزل لما نزل يا اللعيبه كلها لما حست ان احنا هنخرج انا حسيت ان هم شايفين ال100 مليون مصري قدام. بالظبط فكانوا في الملعب لا لازم ده نعوض. احنا بنترقب بره يعني احنا ايه الماتش هينتهي احنا مش هنكسب مش هنتعادل حتى هنطلع مغلوبين لا الحمد لله يعني كان رد فعل كويس. هو ده الفرق ما بين موزمبيق لما انت دخل فيه الجون كان رد فعلك مش زي النهارده. رد الفعل كان كويس جدا النهارده لما دخل فيه الجون رد فعلك كان كويس جدا لما تعادله كمان كان ردك احسن. لكن انا كمان بقول ان احنا ازاي يدخل فينا الجون التاني ده برضه يعني حاجه صعبه يعني حاجه صعبه عشان كده بقول لك عشان كده بتبقى قلقان انه اي حاجه علينا ممكن تدخل. وفعلا ما راحش عنها كتير يعني هو اللي راح كورتين او ثلاثه فدخل الاثنين. بالظبط وفي ساعات احنا عندنا بطء كتير قوي باصت في التحضير. عندنا بطء في التحضير كتير يعني انا يعني مثلا وكره مثلا مع النني هو ملوش غير خيار واحد ان هو يحطها لعبد المنعم او حجازي قال ده بنفضل ماشيين 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 وفي الاخر برضو هي بتحط. لما تجيلي بصيه على طول ده اسمه اسرع الريتم سريع الريتم سريع. طب ايه فايده ده وايه فايده ده؟ فايده البطء ان الفرقه اللي قدامك هتريح وهتتمركز كويس جدا فهتبقى في صعوبه ان انت فايده عكسيه مش لينا طبعا هتبقى هي هتتمركز كويس فانت بالتالي انت هتصعب ان انت تخترقها هتبقى صعبه جدا. ليه؟ لان انت بتخترقهم ببطء انما الكره كلها عباره عن سرعات. الكره كلها هتلاقي يعني كل الناس الفرقه دي خلتنا نسرع رتم بس مش مقصوده يعني احنا سرعنا الريتم مش خطه غصب عننا الروح وانا عايز اروح للجول فكنا مسرعين الريتم. بالظبط. ماذا لو غاب محمد صلاح عن كاف فيردي؟ شايف انه تاثير بتاع محمد صلاح محمد قيمه كبيره وحد طبعا بيفرق مع ليفربول يعني محمد يفرق كقيمه وفي نزولك الملعب لما بتنزل بمحمد صلاح بيبقى في التيم التاني بيبقى عامل حسابه بشكل كبير جدا بيوقف ناس كتيره جدا يعني شفت منسان النهارده بعد ما طلع بدا يطلع على الطرف ويعمل كروسات قبل ما يطلع محمد صلاح كان واقف. فطبعا محمد قيمه كبيره لكن منتخب مصر برده مصطفى لما نزل او زيزو لما ينزل هيبقى في تعويض. محمد صلاح وهو طالع انا حسيت ان لعيبه مصر مش مصدقه ولعيبه غانا مش مصدقه دي اللحظه اللي جه فيها الهدف لو تاخد بالك هو خرج نزل مصطفى محمد مفيش حد مصدق ان هو بيخرج من الملعب. طبعا انت متعود على محمد بقاله كام سنه بيلعب منتخب مصر اساسي ويعني احقاق الحق مفيش ماتش غاب عنه يعني لا ودي ولا رسمي يعني
فاهمني؟ وبلاش برضو انا يعني شفنا نغمه كده على السوشيال ميديا انه صلاح سايب الماتش وخرج. صلاح ماتش جيبوتي يا كابتن عبد الظاهر ودي معلومه عندي يعني جاي وعنده الخلفيه وعنده مشكله ولعب ولعب قال هلعب وعلى قد ما اقدر ولعب المباراه. يعني موضوع محمد مش لعيب قليل محمد برضه يعني هو لعب على مستويات اعلى من كده بكتير وعلى فكره بقال له الوقت يعني داخل على 10 سنه تقريبا صلاح بيلعب وبيلعب في مواقف برضه كان زي دي بالظبط كان زي دي فيها مشاكل وفيها حاجات وفي الاخر خالص ده قدره يعني فاهمني قدر النجوم او الناس الكبار في الفرقه هي اللي بتشيل وده شيء طبيعي جدا. احنا قبل 2006 يعني احنا 98 لما خدنا البطوله كانوا بيقول للكابتن حسام حسن يلا بطل 98 و6 و10 فكان بيقولوا الكابتن حسام يلا بطل انت وهاني رمزي والاسماعيل يوسف والجيل 90 كانوا دايما ينادوا ان الناس دي تبطل كفاية. خاصه الكابتن حسام حسن الكابتن حسام حسن راح بقى هداف البطوله هداف البطوله 2006 بقى كان بيتقال علينا احنا كده انا واحمد حسن والحضري والناس دي كانوا بيقول لك بطل وفي الاخر حسام برضه لحقكم لحقكم برضه معانا ايوه ف 2006 خدناها يعني فاهمني فدايما دايما الناس الكبار والاسماء الكبيره للفرقه هي اللي انا مش هقدر اجيب مش هقدر اجيب العتاب على مرموش مثلا يعني صغير مصطفى محمد صغير لسه ما يشيلش عبد المنعم صغير عبد المنعم لسه فاهمني اللعيبه دي كلها لسه صغيره فانا انا انا من رايي ان شاء الله رب العالمين ان الفرقه لازم تعمل استشفاء كويس جدا على قد ما تقدر تعزل نفسها عن السوشيال ميديا وده شيء مهم جدا ان انت كلاعب محترف لازم تعزل نفسك لازم تذاكر الماتشات الماتشين اللي فاتوا دول وتشوف ايه عيوبك وايه مميزاتك ايه اللي جاب الروح دي ايه اللي جاب الروح المدير الفني بقى هو ده الشيء المهم جدا هتحط مين هتحط مين الماتش اللي جاي هتحط مين يعني أنا يعني مثلا امام عاشور طبعا هما في طبعا في اعتقد امام ما عادش ينفع يقعد لا في 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 حاجه هتلاقي كده في اللي هو الجهاز بتاع القياسات البولر يعني موجود الجي بي اس بتاع اللعيبه الجديد قياس اللعيبه دي جرت قد ايه الحمل البدني بتاعهم قد ايه ده لازم بقى اللي احنا بنسميه العلم بقى نرجع للعلم نشوف الراجل ده جري قد ايه هل الاستشفاء بتاعته هتبقى عامله ازاي همرنه ازاي هيبقى عامل ازاي في الماتش اللي جاي وده شيء مهم جدا لان البدني شيء مهم جدا في البطوله ديت خصوصا في البطوله دي خاصه مع المنتخبات اللي بنواجهها فرقه بتلعب كوره فرقه بتنقل الكوره من رجل لرجل بتحركه كويس جدا عايزه فرقه بتضغط عايز فريق يضغط انت شايف ماتش بكره محسوم لكام فيردي مع موزمبيق ولا البطوله دي علمتنا من غير توقع ما نقولش النهارده نيجيريا النهارده نيجيريا بتخطف كوتيفوار في على ارضها وسط نجومها لكن نيجيريا طول عمرها فرقه كويسه نيجيريا طول عمرها عندها نجوم لكن ما ياخدوش بطوله يعني كنا دايما ايه فرقه زي ما تقول ما بتخوفش يعني انما هم فرقه ممتعه فرقه دايما عندهم نجوم كبيره جدا بتلعب في انديه اظن بكره لو موزمبيق كسبت لا لا موزمبيق بقى نقعد بقى احنا نحسب بقى نجيب قلم ورقه المجموعه بقى ايه اتقلبت وكل اللي جاي لازم يكسب المجموعه الموضوع بقى صعب عشان كده انت لازم توجه نفسك ان انت رايح تكسب المباراه مش رايح حتى تتعادل انت لازم تطلع بره الحسابات دي انت مفروض اصلا من الاول مصنف انت رقم واحد في البطوله واي حد يجي بعدك غانا بقى ماليش علاقه انا الماتش اللي جاي ثلاث نقط ماليش علاقه باي حاجه ثانيه الشوط الاولاني بتاع موزمبيق قدرت ان انا استغله قدرت ان انا اخطف موزمبيق جون واثنين وثلاثه انت كان زمانك خلاص تمام انت في تمام انت باشا كده في الامان في الامان لكن انت نزلت مش داخل في البطوله التحضير بتاعك كان مش احسن حاجه وده شيء مهم جدا انت ازاي تقدر تحضر المباراه انت عارف المشكله برضو اللي دايما بتكلم فيها انه موضوع الثاني والثالث انت مشوارك مش هيبقى سهل يعني الاول بيقابل الثالث فالثالث نوعا ما بالورقه والقلم بيبقى سهل بسط ما هو ده عيبنا انت اصلا تضامن ان انت تصعد لا ما فيش ضمان لحد دلوقتي ده اللي انا بقول لك عليه هو انت ضامن اصلا تصعد لما تصعد وتشوف نفسك اول او ثاني تقدر بقى تشوف الحسابات ايه وهقول لك بس حاجه برضو من خبراتي يعني سيبها لان انت في ناس كتير قوي كنا بنخطط يعني في 98 كنا بنلعب المغرب كان نفسنا ما نلعبش الكوت ديفوار كنا نفسنا نلعب جنوب افريقيا اتغلبنا من المغرب 1-0 مصطفى حاج الجون العظيم اللي جابوا فينا وبعدين لعبنا الكوت ديفوار كسبناهم بضربات الجزاء وصعدنا احنا لعبنا جنوب افريقيا في النهائي وكسبناه 2-0 فما تعرفش التوفيق بيجي ساعات
للي بيتعب واللي بيجتهد واللي عاوز واللي مركز. إيه اظن ان في عدم تركيز في الماتشين اللي فاتوا. ان شاء الله نقدر ناخد البطوله لو كملنا بنروح النهارده. إيه اكيد اكيد ان شاء الله رب العالمين. لكن انا مش عايز ادي هدف بعد الهدف الاولاني ده اللي بيضيعنا. خلي بالك انت النهارده زي مثلا لعيب بيفكر في الباصه الثانيه قبل ما يستلم الكوره، فيجي يستلم الكوره تلاقيها طلعت بره. بالظبط. اول حاجه الهدف الحقيقي لينا هو الراس الاخضر، هي سلمة. تحس ان دي فاينل، تحس اللعيبه ان دي فاينل، تحس اللعيبه ان دي اخر مباراه في البطوله. ان كل مباراه عندك فاينل. فانت النهارده لو حسست اللعيبه كده وقدرت تدخل فيهم الحته ديت هيكسبوا الماتش بسهوله. هم مش هيصدقوا ان الماتش بسهل كده. ليه؟ لان هم مركزين جدا. لما بتصعب المباراه على نفسك وتيجي تشوف المباراه سهله بتلاقي المباراه سهله جدا. زي اللي بيذاكر امتحان بالظبط. لو انت قدرت ان انت تذاكر كويس والكتاب ده انت حفظته، فبتنزل الملعب انت شايف الفيلم ده قبل كده، فانت صح. بتنجزه يعني ذاكرته مره ثانيه. ذاكرته بشكل كبير جدا. انا كراجل سرد باك انا عارف الراجل ده بيلعب ازاي، طريقه لعبه ازاي، بيستلم في انهي مساحه، بالكره العاليه عنده اخبارها ايه، السرعات عنده اخبارها ايه. يعني احنا كنا بنتفرج على اللعيبه اللي احنا بنلعب عليها ديت في انديتها مش في المنتخب بس. كنا بنجيب لهم فيديوهات من انديتهم هم. اذا النهارده انت عندك اناليزز وتحليل ماتشات وعندك ستاف موجود استغله. ده كان كابتن جوهري بيخليكم تشوفوا ده. طبعا وتربينا على كده وتربينا ان احنا لازم نشوف الراجل اللي انا هلعب. كان ايام شريط الفيديو. شريط الفيديو ويفضل بقى يرجع الماتش تاني. يعني كنا بنتفرج على الماتش ثلاث اربع مرات وحد يرجعه ويتفرجوا تاني. طبعا ما كانش في حاجه اسمها تحليل اداء. كنا احنا اللي كانش في تقطيع، ما كانش في جي بي اس، ما كانش في الكلام ده. الفيديو والشريط يكر ونعيد تاني. بالظبط كده. فشفت الملل قد ايه. دلوقتي بقى لا، الجديد ايه؟ انت كل لعيب بتقطع له حاجته وبتديها للعيب المدافع، فهو على التليفون بيشوف كل حاجه. فطبعا كابتن عبد الظاهر انت نورتني وشرفتني النهارده. حبيبي حبيبي بسط، ان شاء الله بالتوفيق وربنا معاك يا رب دايما على طول ونجاح على طول. يعني انا بشكرك. شكرا كابتن عبد الظاهر، نورتني وشرفتني. ودي كانت حلقتنا النهارده في كان ابيدجان. نشوفكم بقى الثلاث اللي جاي ان شاء الله على الف خير.